السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد حمصي من منظمة إسلامك أويسس. اليوم إن شاء الله تعالى سنقوم بتوزيع حرامات لأهل المخيمات في ظل هذه الأجواء الباردة، علما أن هذه الحرامات قد أتت من أمريكا، وجزاكم الله عنا كل خير. نشكر منظمة إسلام الأويسز، الله يجزيهم الخير ويكثر خيرهم. نشكر المنظمة، ساعدت ابني، عطت حرام.